او 455 مليار دولار. لا بس عشان اوضح النقطه، هي ما بتصدرش ما بتنتجش، ده ترانزيت. عشان بس نوضحها سواء يعني ده اللي هو ممكن يتعالى، انا بقول لحضرتك ماشي، ممكن يتعالى العربيه بس ده ما ينفعش في مصر. يعني انا اعقب بس ده ما ينفعش في مصر. طب سيبه يكمل العربيه عشان كل واحد ده يكمل. دي زيرو جمارك. اتفضل لما تشوف سعرها دلوقتي. اديني روشته كده رقم واحد. بص لازم صناعه الترانزيت، لازم نعتمد على صناعات احنا عندنا ميزه نسبيه فيها. يعني القطن دوت اللي احنا احسن قطن في العالم. لما بنروح نشتري من بره يقول لك ده ايجيبشن قطن. طب انتوا ليه ما بتطوروش الصناعه وبتعملوا فيها تحديث زي العالم كله؟ بدل ما اروح اجيب الفضول الهندي يا عم مش شفالي. هو انت احنا لسه قاعدين بنقول لك اصل روسيا خلاص خرجت من الصين. اصل الصناعات ايام رقم واحد ماشي. مش الروشته في عندنا حاجات كتير جدا، يعني الصناعات التكميليه، صناعه الترانزيت، الصناعات، المعارض والمؤتمرات، كل دي لازم نبقى في مصر نعملها وننتجها. انا بقول لحضرتك صناعه الترانزيت دي اللي هي سيمو فينش، اللي هي صناعات التجميع، ونصدر بقى احنا في اسواق اوروبا، في اسواق افريقيا الكوميسا والمنطقه العربيه، لان احنا زي ما عمالين نقول دبي لو احنا مركزنا استراتيجي بطريقه غير عاديه. مش كلام يعني احنا ندي لدول شمال افريقيا، ممكن ندي لكل دول افريقيا. يا فندم ده مش بتتكلم عن تركيا؟ بيطلع الاجانب بيجي يشتري شويه حاجات يسترزق فيهم ويعمل مزارات في السياحه، يقعد اربع خمس ست ايام، ثلاث اربع ايام بيعمل شوبنج فيهم. في الصين نفس الكلام ده، في اسواق جمله زي اللي بيقول عليها عمرو بتاعت الاسواق الجمله دي. اوروبا كلها ليه ما تجيبش انت الشركات العالميه الاوروبيه والتركيه والاسيويه وكل الكلام ده كله وتوزع من، خد يا عم منه 10% بس، ما تاخدش منه جمارك 60%. ارجع لك اخد اخر مداخله صبري من انا معاك دي مظبوط 100% للسوق الجمله ده. صبري ايوه اهلا بيك. عليكم السلام. اتفضل. انا استاذ مصطفى معاك.